بيجيب العدد ازاي زي ما بنقول لو عندي اي فورس اف الثري دي الفورس اف دي بتمر بنقطه ما ولتكن ايه بتمر بنقطه ما ولتكن ايه وانا عايز اجيب المومنت العام حول الاوريجن مثلا هنا او اي بنجيب العدد ازاي كل اللي بعمله بطلع بيتكم من النقطة أو إلى إيه؟ بطلع بيتكم هتقول لي ده بالدفع في الشرط يعني الشرط بقى أي بيتكم أقول لك إيه تحت شوية عشان تبقاش بالدفع يبقى لو عندي هذه الفرصة أهي هاخد النقطة إيه أهي يبقى آدي الفيكتور اللي عندي يبقى بتجيب العدد إزاي؟ باخد الفيكتور ده يبقى لو قلت كده جي نقص العدد هي كل الكتب بتعملها ام من المومنت لكن انت عندك الكتاب بيقول عليه جي يبقى جي لما اقول لك هات المومنت واسكت ما ينفعش لازم احدد نقطه مومنت اباوت ايه؟ لما اقول يبقى هنا مومنت اباوت او مومنت اباوت او المومنت فيكتور ده هيساوي ار الفيكتور اللي عندي ده كروس الفورس اللي عندي دي يبقى طالما عايز اجيب المومنت حول نقطه بيطلع من النقطه دي فيكتور اسمي الفيكتور ده ايه؟ اسميه ار اي فيكتور يبقى عندي المومنت اباوت الكور هيساوي ار اي فيكتور كروس الفورس اف ار اي فيكتور كروس الفورس اف عشان كده اخدنا الضرب الاتجاهي كروس برودكت يبقى عندي الكلام ده يدي ار اي ساين ثيتا اف ان كاب ايه بقى ان كاب؟ ان كاب قلنا اليونت فيكتور اللي عمودي بيربنديكولار على الار اي والفورس اف ان كاب متجه وحدة عمودي على المستوى اللي بيجمع ار اي والفورس اف. طب الماجنتيود بتاع الفيكتور ده فيكتور الماجنتيود بتاع المومنت او بنقول جي من غير فيكتور الجي هو ده من غير فيكتور ده يساوي ار اي ساين ثيتا اف ده الماجنتيود بتاع المومنت. طب ايه هي الثيتا زي ما قلنا قبل كده؟ كروس بروفا ايه هي الثيتا؟ الثيتا زي ما قلنا قبل كده هي الزاويه المحصوره بين الار والاف قال الزاويه ثيتا لما دي ثيتا دي تبقى باي ماينس ثيتا. طب ايه بقى ار اي ساين ثيتا؟ لو بصيت ار اي ساين ثيتا لو اسقطت هنا بالبيديكولار على ده لو اسقطت هنا كده بالبيديكولار على ده هلاقي الطول ده بايه؟ هلاقي الطول ده ار اي ساين باي ماينس ثيتا اللي هي ار اي ساين ثيتا ده اللي احنا بنسميه الارم لينكس اتش مثلا اتش اللي بنقول عليها ارم لينكس او ذراع العدد ارم لينكس او ذراع العدد يبقى زي ما انت عرفت في ثانوي كده كنت بتقول الماجنتيود بتاع المومنت القوه بالذراع يبقى في الحاله دي اهو ادي اتش وادي اف يبقى القوه بالذراع اداني المومنت ولا لا؟ اداني المومنت اللي هو جي كماجنتيود عندي. طب كدايركشن زي ما قلنا كفيكتور يبقى بستخدم الكلام ده يديني الجي او كدايركشن ماشي؟ يبقى زي ما بقول كده لو عندي اي فورس خلاص وعايز اجيب لها المومنت حوالين نقطه هنا بعمل ايه؟ الفورس اللي عندي دي بشوف نقطه موجوده عليها اوصل من النقطه اللي انا عايز اجيب عندها المومنت يبقى اوصل الفيكتور كده يبقى ادي الفيكتور ار كروس الاف فاكروس اف يدي ايه؟ يدي البرمجيكولار في حته عمودي على المستوى ده فلو كان ده اكس وده واي
يبقى اه قوسين هي تبقى الاتجاه اتجاه الكيل. واضح الكلام ده؟ الكلام ده يمشي صح في 3 دي ويمشي كمان في 2 دي ويمشي كمان في 2 دي. بس كنا في 2 دي او في سبب فعل ايه؟ خد مثال كده من عندي اي حاجه، لو عندي صفيح على شكل التانج كده مثلا خلاص، وجيت ابعاده 3 متر او 4 متر، وجيت قصرت الفورس هنا، فورس اهي اف 1 5 نيوتن، بتعمل انجل 30 ديجري. فورس ثانيه اهي اف 2 10 نيوتن، فورس ثالثه اهي اف 3 15 نيوتن، بتعمل زاويه 60. قلت لك طلع لي المومنت اباوت النقطة ايه؟ ديترماين جي اباوت ايه؟ طلع لي المومنت الكلام ده اباوت ايه؟ الاخ قال نحلل صح؟ او ممكن نشتغل بيه، فلو حللنا اعتقد اسهل. لو حللنا اسهل ما اشتغل بيه الهارد فورس ولا لا؟ لكن ده مش غلط. فبنحلل. بس اللي سمعته انت كان في ثانوي كنت بتقول ايه في ثانوي؟ لو عندك اي فورس اف وعايز تجيب لها المومنت عند النقطه ايه هنا بتعمل ايه؟ بتسقط البربنديكولار، تسقط عمود عليها وتسميه اتش، وبعدين بتقول المومنت عند الايه بيساوي، المومنت عند الايه هيساوي يا بلس يا ماينس. المومنت احنا قلنا بالجي بدل الام، خليها في الكتاب. الجي عند الايه بتساوي بلس اور ماينس اف في الاتش. امتى بلس؟ امتى بلس؟ فاكر في الثانويه العامه لما بتدور الفورس بتدور كده. يعني ايه بتدور كده؟ يعني كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه. يبقى لو الفورس بتدور كده عكس عقارب الساعه بناخد البوزيتيف. مش انت مش انت. لو بتدور لتحت مع عقارب الساعه باخد النيجاتيف. يبقى البلس دي باخدها لما تكون سي سي دبليو. سي دوت سي دبليو. ولما تكون ماينس لما تكون ايه سي دبليو بس. خلاص؟ يبقى كاونتر كلوك وايز وكلوك وايز. احسن حد يفهم الامر. خلي تقول الجي ايه؟ واضح الكلام ده؟ نطبق بقى الكلام ده. وفي ناس مش عارفه الساعه بتمشي يمين ولا شمال، كله ده مش ديجيتال ومعاه مخدرات، فبيقعد في الامتحان يعمل بيه ليه كده؟ تمشي الساعه ازاي هنشوف. عايز اجيب المومنت هنا بقى. فنبدا نحلل. نبدا نعمل ريزوليوشن للفورس اللي عندي. فاول فورس عندي 5 كوساين 30 وهنا 5 ساين 30. واحد يقول يا دكتور ما بلاش حل، ممكن اجيب الوضع العمود؟ ممكن. ماشي؟ يعني ممكن تمد دي كده وتسقط عمود من هنا وتجيب لي الوضع ده. بس صعب تطلب بقى حسابات وتعرف تجيب الزوايا وتجيب الوضع. ممكن. او الاسهل لما احلل كده واشتغل على الكومبوننت دي اسهل ولا لا؟ اعتقد دي اسهل. وهنا نفس الكلام احلل دي 15 كوساين 60 وهنا 15 ساين 60. نبدا بقى نجيب جي عند الايه؟ هتقول لي الكلام ده لما جي فيكتور، وده لما اضرب ده المفروض يدي فيكتور. لو ده الاكس والواي بلين اللي عندي يبقى الفيكتور ده يطلع على اتجاه اتجاه الكي. يبقى جي ايه فيكتور في الاخر هكتب كي. نبدا بالاف 1. اف 1 الكومبوننت دي ليها مومنت، هتمشي ازاي عند الايه؟ هتدور مع ولا عكس؟ مع. مع يبقى نيجاتيف. 5 كوساين 30 واضرب في ايه؟ 3 ولا 4؟ 3 ولا 4؟ اضرب في 3 دي ولا 4 دي؟ انا سامع 4، الناس بتقول 4. دي فين الارم اللي يمشي تحت؟ هذه النقطة أسقط عليها عمود عليها يمتدادها. ماشي؟ فلما أسقط العمود يبقى هضرب في إيه؟ في
كانها في اسرائيل. طب الثانية ليه؟ خمسة ساين سيرتي هتدور ازاي حوالين الايه؟ المعنى العكس. في واحد كان بقى يقول لي لا دي مش معنى. يعني الفرصة ديت يقول لي ليه ما تدورش كده؟ معايا؟ وده لا يقول لي ليه؟ طب اشمعنى انت قلت ليه دور كده؟ وليه ما تدورش دي كده؟ ليه انت عايز ادور كده؟ هي الفرصة ادور كده؟ خلقتها ادور كده ليه؟ تخيل ادي المستطيل اللي عنده الكومبوننت بتاع الفورس في حته طالعه فوق ولا لا؟ وادي ايه؟ حط الفورس ادور ازاي؟ اهي ادي ايه؟ حط الفورس اتجاه فوق ادور ازاي؟ ادور كده. طب الثانيه دي كان اتجاهها هنا كده ادور ماشي؟ هو كان زعلان يقول لي اشمعنى دي تقول لي هنا واشمعنى دي تقول لي هنا؟ واضح؟ فانا بقول ايه؟ خايف انك ماسك المساحه دي هنا هتلف في هذا الاتجاه، يبقى دي كم كنترول واي هاخدها بلس، يبقى بلس ايه؟ 5 ساين 30 مضروبه بكام؟ 4 ولا 3؟ في 4. يبقى خلصنا ليه خلاص؟ نبدا الاف 2. اف 2 ليها موجة عامل ايه؟ لا ليه؟ من مر المر، وبالتالي من المنقوطات اللي عندي اللي هنا ينعدم يعني المومنت عند نقطة لو مر بالنقطة. صح ولا لا؟ يبقى أنا لو بحسب العدد والإيه العدد عند النقطة دي بتساوي زيرو، يبقى ده معناه إيه؟ معناه إن النقطة دي وقع على قطع عمل الفورس اللي عندي. يبقى الفورس اللي عندي دي ملهاش مومنت. نطلع للي فوق. في اتنين كومبوننت. واحدة ملهاش مومنت. ولا ليها؟ ملهاش. دي ليها؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى نيجاتيف 15 كوساين 60. كل الكلام ده احسبه واقول ايه؟ في اتجاه الايه؟ نعم. في تلاتة في واحط اتجاه الكي العام. واضح الكلام ده؟ صعب. طيب لو انا عايز اعملها بقى بالبروس هتطلع صح بس صعبه ولا مش صعبه؟ هتعمل ايه؟ لو عايز تعملها بالبروس اول حاجه كتب واحده تبقى جابتكم. ازاي هتكتب كتب واحد جابتكم؟ وتقول كده 5 كوساين 30 ار بلس 5 ساين 30 جي مفيش اتجاه الكي. ادي اف واحد ماشي؟ عايز اجيب المومنت للاف واحد هنا. عايز اجيب المومنت للاف واحد هنا، تقول لي بقى؟ ادور على نقطة وقع عليها. ايه النقطة اللي موجودة على الاف واحد هنا؟ ايه النقطة اللي موجودة على الاف واحد؟ اكس ب 4 واي ب 3 زد ب 0. يبقى النقطة اللي وقع عليها 4 3 0. اوصل فيكتور من الـ A للنقطة لل سميني دي مثلا. اوصل فيكتور R A B ماشي؟ وبعدين اقول المومنت عند الـ A هيساوي R A B كروس F واحد ماشي؟ واعمل ديتيرمنت ده للـ F واحد بس R G K والأرواح اللي عندي اللي هي 4 3 0 والإف أكتبها في الكومبوننت اللي إحنا جبناها. كنت إيه الكلام ده ونشتغل. تعالى بقى بعد كده بلس نفس الكلام ليه؟ بس دي واضح إنها بتمر ب 0. ليه؟ أعملها كفيكتور وبتمر بالنقطة وأشتغل. اعمل ده تطلع نفس الكلام واضح؟ لكن الارض بص بتدفع لي بقى 3 دي بالثلاث ابعاد. لما يكون عندي الفورس كده في السبيس لا انا هعرف احلل ولا ما اعرف اجيب ابعاد دايمنشن او بعد عمودي. ففي الحاله دي بعمل ايه؟ بوصل من النقطه اللي انا عايزها على اي نقطه موجوده على الفورس اللي عندي. بقول ارض بص
وتخلص المسألة. نعم مع ان قلنا المومن فيكتور ماشي، طالما المومن فيكتور اي فيكتور بتحدده بايه؟ اي وجي وكي. لو عندي الفورسز اللي هنا كلها في الاكس واي ليه ماشي، يبقى عندي الدوران اتجاه الدوران في حته المومن ده دوران ثاني اتجاه مين، يبقى لازم ياخد ايه فيكتور ماشي. لو احيانا كنت انت سنه وما كتبتش الكلام ده ماشي، بس ما كنتش بتقول ده فيكتور خلاص، لكن تعمله فيكتور بعد تقول ايه، بنحط علامه الفيكتور وبنعملها كده زي دوران عشان المومن ده دوران، واحط هنا في الاتجاه العام. فلو جينا قلنا في عندي مومن والمومن ده اتجاه المحور بتاعه اتجاه الكي او اتجاه زد، اقوم حاطط كي في الاخر خلاص. عايز اسحب بس شويه كده، المومنت عند نقطه، يبقى المومنت عند نقطه ايه اللي انا لاحظه؟ ان يتلاشى المومنت يبقى جي عند اي نقطه او بيساوي زيرو امتى؟ لما الفورس ايه بتمر بالنقطه. خلاص كده يبقى الحاله دي عند البحث بيساوي زيرو. ناخد مسألة سهلة في الكتاب على حاجة زي كده. أول إكزامبل سهل، إكزامبل 2 3 بيقول لي احسب عدد القوة من اتجاهي والتي تؤثر النقطة من اتجاهي حول نقطة من اتجاهي. دي المسألة الأولى. هذه الأولى. المثال يقول لي ايه؟ اوجد عدد القوة، اوجد عدد القوة ايه؟ اف دي بيديها 2 3 ماينس 1، 2 3 ماينس 1 دي اوجد عدد القوة دي والتي تؤثر نقطة ايه؟ وتمر النقطة اسمها ايه؟ هي واحد 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 كده. ما نعرفش مين العدد ده، ايه بقى؟ اوجد عدد القوة ولا بس دي حول نقطة، حول نقطة يبقى حول نقطة وعايز نقطة دي 2 واحد ناقص واحد، يبقى المومن أباه ب هيساوي مومي اباوند بي هيساوي زي ما قلنا بعمل ايه؟ بطلع من النقطة اللي هو عايزها اطلع بسهم، والسهم ده يروح في حتة على النقطة المعلومة، يبقى نوصل الكلام ده واقول الفيكتور دوت. خلي بالك بقى في الكتاب عشان المصطلحات النوتيشن بتاعت الكتاب هتلخبط فيها شوية. يعني انا اتفقنا من الدكتور شاكين المصطلحات انت مش مظبوط كويس، الرموز انت لو عايز تقول المتجه ده المتجه من البي لايه، المتجه ده تكتب هنا الصفر تكتبها ايه؟ بي ايه صح؟ بي ايه كده. او بعض الكتب بتعملها حاجه زي ما بيقول كده تقول ار اي سلاش بي، بعض الكتب او التكست بوك بتعملها حاجه زي كده R A slash B. يعني ايه؟ يعني النقطة A اللي راكب من B، يعني النقطة A ماينس النقطة دي. دي بعض الكتب بتعملها كده، وفي بعض الكتب بتعملها كده، في الكتاب عندك لا اعملها كده R A B. معايا؟ R A B لو هتعملها كده هتلخبط صح ولا لا؟ فأنا اتفقت مع المعلمين ومع الدكتور اللي شغال معايا إن احنا نوحد الرموز. فلما اقول في منتجع كده هاخد بي ايه زي ما هعمل خلاص، يبقى هكتب ار بي ايه يبقى المنتجع بادي من البي رايح للاي. واضح فيها صعوبه دي؟ طيب يبقى انا عندي الجي عند البي هيساوي منتجع ار بي ايه كروس الفورس اف، ده يساوي نجيب بقى المنتجع ار بي ايه، كلام سهل اللي احنا تعلمناه ار بي ايه النقطه ايه
ماينس النقطة دي يبقى الأرض A يساوي ماينس 1 0 2 آدي الأرض A. نحط الديترمنت اللي عندي زي ما خدنا قبل كده R J K تاني صف أحط فيه ماينس 1 0 2 تالت صف مركبات الكومبوننت بتاعت الاف 2 3 ماينس 1 وطبعا اتدربت وعرفت ازاي تعمل اكسبانشن للديتيرمنت فالكلام ده يدي بعد ما اعمل اكسبانشن للديتيرمنت هيدي نيجاتيف 6 3 نيجاتيف 3 نيوتن متر اليونت بتاعت العزم نيوتن متر زي ما احنا صعب الكلام ده يبقى في الحالة دي ال جي بي ده كده فيكتور ولا مش فيكتور؟ فيكتور الفيكتور ده الكومبوننت بتاعته اتجاه اكس في ايه؟ ماينس 6 اتجاه 1 3 اتجاه 6 ماينس 3 ده كده المومنت اباوت كل المثال اللي بعده 2 4 يقول لي احسب عنه القوة اف بالنهاية 1 2 2 والتي تؤسس نقطة حول نقطة. المهم لو احنا جيت انا كنت حسبت دوت لو حسبت المومنت ده وطلع المقدار ده بزيرو فلو جيت حسبت ده وكان طلع ده زيرو ده معناه ايه؟ النقطة دي هنا صح؟ النقطة دي معناها هنا واضح؟ فاهمين معنى ان المومنت بتساوي زيرو ان النقطه واقعه على اللاين اوف اكشن بتاع الفور اللي عندي. يبقى ده المثال رقم اللي بعده. ناخد المثال اللي بعده بعد اللي بعده ده مثال 2 5 ده مثال الايه عندي مش فيكتور
لازم اعملها كبيكتو. عشان اعملها كبيكتو ازاي اعملها كبيكتو؟ يبقى لازم اجيب اليونت فيكتور من الـ A للـ B، صح ولا لا؟ او من الـ B للـ A، ما انا معرفش دي هنا ولا دي هنا، فيبقى لازم نجيب اليونت فيكتور. فبقول الـ F فيكتور بتساوي F ماجنتيود F كاب يونت فيكتور. فالـ F كاب يونت فيكتور اللي هو بتاع اليونت فيكتور بتاع الـ A والـ B، ماشي؟ فانا مش عارف الـ B فوق ولا تحت ولا ده، فباخدها بنص ومنع. فبقول كده الاف كام اللي هو اليونت فيكتور بتاع الاي بي فيكتور على الاي بي ماجنتيود، صح ولا لا؟ وباخد بلس وماينس، ماشي؟ يبقى في الحاله دي ده هيساوي بلس وماينس اي بي. لو انا اخدت الاتجاه ده كده يبقى اقول ايه؟ ها؟ ماينس 2 ماينس 1 يبقى ماينس 3، وبعدين 4، وبعدين 0 على روت 3 سكوير 4 سكوير هتدي 5. الكلام ده يدي بلس اور ماينس 1 على 5 ماينس 3 4 0. يبقى ده كده اليونت فيكتور بتاع الاف كام؟ اذا الاف عندي هجيبها ازاي؟ هحط ال 20 اللي هنا في الاف كام هقدر اطلع الفورس اف. بعد ما اجيب الفورس اف نقدر نعوض بقى في الديترمنت اللي عندي، اعوض في الديترمنت اللي عندي. اذا جي سي هتساوي ار سي اي في الاف بنحط اي جي كي، وبعدين بعد اي جي كي ار سي اف كام؟ ماينس 2 0 2 ماينس 2 0 2. والاف الفورس بكام؟ والفورس عندي بكام؟ والفورس عندي بلس وماينس. لما اضرب هنا في 20 لما اضرب هنا في 20 هيديني هنا 4، يبقى بلس وماينس 4، وادخل جوه هنا اقول ماينس 3 4 0 ماينس 3 4 0 و استبعد الديترمنت ده ونطلع الماجنتيود اللي عايزه. ونطلع الماجنتيود هيطلع بلس اور ماينس، هيطلع بلس اور ماينس ماينس 32 و ماينس 24 و ماينس 32 نيوتن متر. ادي كده المومنت اللي عندي. زي ما بقول كان ممكن واحد بس يجرب تاني يعملها، بدل ما خد سي اي جرب يعملها في البيت وصل سي دي واحسب الكلام ده، هيطلع نفس الكلام اللي احنا عاملينه. خلاص ادي مثال سهل. الحته الثانيه اللي اشتغلها عزم قوه حول محور. عزم قوه حول محور. مومنت اباوت لاين. ده كان مومنت اباوت كوين، لا احنا عايزين مومنت اباوت لاين حوالين خط. يبقى بدل ما حول نقطه عايز اجيب حول خط. حول مستقيم، حول مستقيم، نعم. ليه؟ 20 هنا، انت اربعه. اربعه ما ناخدها الا اربعه مره واحده. اعمل استبانسه بتجيبها. طيب، عزم عبد الله بنجيبه ازاي؟ ولا المومنت عباره عن فيكتور. فانا بقول لو عندي ادي الفورس هنا والفورس في السبيس هنا كده، وانا عايز اجيب المومنت للفورس اللي عندي دي اروت الخط ده. عايز اجيب المومنت للفورس دي حوالين الخط ده، فبعمل ايه؟ بدور على نقطه على الخط دوت
ووصل النقطة من الخط إلى النقطة موجودة على القوة اللي عندي. ماشي؟ وأقول R كروس الإف. فR كروس إف تدي فيكتور جديد ولا لأ؟ فين الحتة اتجاهه؟ R كروس إف فين اتجاهه؟ عمودي فين؟ على المستوى ده ولا لأ؟ يبقى عمودي على المستوى ده كده. يبقى R كروس إف هي اتجاهها. طب أنا عايز أجيب المومنت حوالين الخط ده. يبقى لازم اعمل اسقاط ليدي ولا لا؟ اجيب بروجيكشن ليدي ولا لا؟ معايا؟ يعني ده كده فيكتور. ماشي؟ وانا عايز اجيب مركبه الفيكتور ده في الاتجاه ده. ايوه الاخ قال لا هو بيقول الفيكتور صح. تاني ارجع للكلام اللي قلناه زمان. فاكرين لما كنت بقول عندي فيكتور اسمه ايه؟ وفيكتور تاني اسمه بي وعندي سيتا وقلنا A dot B equal A. A B cosine theta. فB cosine theta ده عبارة عن إيه قلنا؟ B cosine theta قلنا البروجيكشن بتاع B على الـ A. فكنا قلنا B cosine theta ودي الـ A هنا. A على A dot B ده يساوي A كاب dot B. هيساوي ب كوساين سي. يبقى انا عشان اجيب مسقط فيكتور على فيكتور مسقط ب على الايه؟ ضربت الايه؟ اليونت فيكتور بتاع الايه؟ عايز اجيب مسقط ايه على ب؟ اضرب ايه ضد ب كاب صح ولا لا؟ يعني لو عايز اجيب دي ايه كوساين سي كنت اقول ايه؟ كنت اقول ايه دوت بي كاب. ماشي؟ يبقى اي فيكتور عشان اعمل له بروجيكشن اضربه. اي فيكتور عايز اعمل له اسقاط على اي حاجه. اسقاط على اي حاجه، الحاجه دي يبقى كلها ايه؟ اليونت فيكتور بتاعها. ماشي؟ فلو تخيلنا احنا كده انا جبت المومنت للفورس طلع في الدايركشن ده. وانا عايز اجيب الاسقاط بتاعها في اتجاه الخط ده، يبقى لازم اعمل ايه؟ اجيب اليونت فيكتور بتاع الخط اللي عندي. واضحة؟ بلاش هبسطها. هبسطها أكتر. أنت شفت الكلام اللي أنت جبتها ده؟ شفت ده ولا لأ؟ لو عايز أكتبه كنت هقول كده ولا لأ؟ جي سي إيكوال بلس أور ماينس ماينس 32 أي ماينس 24 جي ماينس 32 كي صح ولا لأ؟ ده معناه إيه؟ معناه ان المومنت اللي عندي عند النقطة سي دي ليه ثلاث مركبات ولا لا؟ واحدة في اتجاه اكس، واحدة في اتجاه واي، واحدة في اتجاه زد. لو انا قلت لك طلع لي المومنت اباوت اكس اكسس. طلع لي المومنت اللي هو ده اباوت الاكس اكسس، هتعمل ايه؟ يبقى كل اللي انا كنت اعمله اقول ايه؟ مومنت اباوت اكس اكسس ده خط ولا لا؟ خط ولا نقطة؟ خط مومنت اباوت اكس اكسس. طب يطلع فيكتور ولا سكيلر؟ سكيلر. ماشي؟ طب اقول حول الاكس اكسس كنت اقول كده اي انا عايز اعمل اكس اي دوت الجي سي اللي عندي صح ولا لا؟ الضرب ده اي دوت الكلام ده يدي ايه؟ لو عايز اجيب المومنت اباوت الواي اكسس يبقى يعني هحطه في اتجاه الواي واضرب بايه؟ بالجي كاب. عايز اجيب في اتجاه الكي. عايز اجيب في اتجاه سي دي. عايز اجيب المومنت للفورس دي اباوت خط سي دي. بعمل ايه؟ في اليونت فيكتور بتاع السي. واضح الكلام ده؟ نكتب بقى نشوف الكلام ده عامل ازاي. ده تقديم انا قلته هنا كده. يبقى لو عندي اي فورس اهي اف. اي فورس اف. الفورس اف دي بتديني الماجنتيود. بتمر بنقطتين A و B بيديك الـ F كماجنتيود بتمر بنقطتين A و B تعرف تعملها لي كفيكتور؟ بنعرف صح ولا لا؟ اعملها ازاي كفيكتور؟ الماجنتيود في اليونت فيكتور. طب لو انا عايز اجيب المومنت اباوت C عرفت ازاي بنعملها؟ صح ولا لا؟ اوصل من السي للاي او من السي للبي واقول كروس
لا ده انا عايز اجيب المومنت اباوت اللاين سي دي. يبقى في الحاله دي شوف الكتابه بعمل ايه؟ مومنت اباوت اللاين سي دي، ما خدتش لتر واحد، خدت حرفين اللي هم مثلوا الخط اللي عندي. يبقى المومنت اباوت الخط سي دي هجيبه ازاي؟ انتوا لسه قايلين. قلنا دي هتبقى سكيلر ولا فيكتور؟ طيب ده هيساوي لسه قايلين اباوت السي دي، هعمل بروجيكشن على السي دي. يبقى لازم اليونت فيكتور بتاع السي دي دوت دوت ايه؟ المومنت عند النقطة سي أو عند النقطة دي؟ يبقى المومنت عند النقطة سي أو عند النقطة دي، الاثنين صح. ماشي؟ المومنت عند النقطة سي بنعرف نجيبه زي ما قلنا. بوصل من السي لإيه؟ وأقول آر سي إيه، أو أوصل من الدي لإيه أو الدي للبي. ماشي؟ يبقى في الحالة دي جي سي هتساوي آر سي إيه كروس الفورس إف. تاخد الكلام ده احطه فوق هنا. اذا الجي حول السي دي هيساوي اليونت فيكتور بتاع الخط اللي انا شغال معاه، بس ممكن اعمله بلس وماينس، دوت ار سي اي كروس الفورس اف. ماشي؟ ادي المومنت اباوت اي لاين. هندي اكزامبل مثال عددي على الكلام ده. السؤال اللي بساله امتى الكلام ده بقى يساوي زيرو؟ امتى الكلام ده يساوي زيرو؟ ايوه. يبقى انا عندي مومنت اباوت خط بيساوي زيرو في حالتين. اول حاله ايه هي؟ لو عندي الفورس جواز الخط، لو عندي الفورس ايه؟ بارل للسي دي، للخط اللي عنده. لو الفورس بارل للسي دي يبقى هتساوي زيرو. ليه؟ فكر انت فيها. او لو الفورس اللي عندي بتمر بالخط اللي عندي باسف ثرو ذا لاين، بتمر بالخط اللي عندي. ماشي؟ يبقى امتى يتلاشى عزم قوة حول خط؟ يتلاشى عزم قوة حول خط لو القوة بتواجه هذا الخط، لو القوة بتمر بهذا الخط. ماشي؟ طيب ازاي يعني الكلام ده؟ يعني بدأت المسألة وانا اقول لك. لو عندي ادي الفورس اف، وادي الخط اللي انا عايز اجيب المومنت عنده. ادي الفورس اف، وانا عايز اجيب المومنت الفورس دي حوالين الخط ده. عمليا زي ما بقول لك، لو واحد اتعلق في الباب، لو واحد اتعلق في الباب، الخط اللي احنا عايزين نجيب عنده اللي هو خط المفصلات ده، دول عندي دي فورس اف كفيكتور اهي، الفورس اف كفيكتور اداني، الفورس اف بتمر النقطة ايه؟ وايه مديهاني؟ عايز يطلع المومنت عند النقطة سي، صح ولا سهل؟ عايز يطلع المومنت عند النقطة دي، يطلع المومنت هنا زي هنا؟ اه ولا لا؟ لا، المومنت بيختلف من نقطة لنقطة، ماشي؟ فعايز يطلع المومنت عند السي، المومنت عند الدي، بعدين عايز يطلع المومنت عند الخط سي دي أو بي سي. عايز يطلع المومنت عند الخط دي سي او سي بي، الخط اللي عندي. ماشي؟ فأول حاجة المومنت عند النقطة سهلة زي ما قلنا قبل كده. عايز عند السي أعمل إيه؟ أوصل السي بالنقطة إيه؟ اللي حلفنا مفيش إلا هي اللي عارفينها. خلاص؟ هجيب الآر سي إيه؟ هجيب الآر سي إيه؟ فـ RCA فيكتور يساوي ايه على طول؟ A ماينس C. هكتب اقول ماينس 2 ب 2 0. ها؟
ادي الفيكتور اللي احنا جبناه. اذا g about c equal r c a cross force f equal determinant r g a minus 2 2 0 2 3 minus 1 equal. اعتقد هنعرف نفتح الكلام ده ونطلع اللي احنا عايزينه. هتطلع minus 2 minus 2 minus 10. ادي المومنت اباوت سي. طب نفس الكلام المومنت اباوت بي. نفس الكلام المومنت اباوت بي. About B, moment about B, I sell. A, B, A, cross F. You are letting awesome. B, B, A. What is an R, B, A? The R, B, A, how can it happen? A, B, A, B, sell. حاجات سريعة مثلا دي لو قلتلك عن ثلاث دقايق كتير. واحد ماينص ماينص واحد جي اتنين ادي الار دي ايه. اعوض ديتيرمنت ار جي كي تاني صف ماينص واحد زيرو تو تاني صف 2 3 minus 1 الاكسبانشال يدي. لازم تتطلع على الكلام ده سريع سريع كده. يدي الاكسبانشال عند ال B minus 6 3 minus 3 نيوتن متر. ادي المومنت عند النقطة B. بعد كده وعايز يجيب ايه؟ عايز يجيب بقى حوالين الخط ده. المومنت حول الخط سي بي قلنا بنجيبه ازاي؟ المومنت عند الخط سي بي هنجيبه ازاي؟ ايوه زي ما الاخر بيقول كل اللي اعمله اجيب اليونت فيكتور للسي بي او البي سي. ماشي؟ يبقى نجيب اليونت فيكتور اليونت فيكتور من البي للسي او السي بي. هنعمل بلس اور ماينس يبقى اليونت فيكتور من البي سي او السي بي بلس اور ماينس اكتب اقول ايه؟ من سي بي اكتب اقول ايه؟ 2 ماينس 3 ماينس 1 ها 1 ماينس يبقى 2 ماينس ماينس يبقى نيجاتيف 2 على root 1 plus 2 square plus 2 square 53 plus or minus 1 over 3 minus 1 2 minus 1 minus 2 x خلاص كده جبنا اليونت فيكتور من البي سي. انا عايز بعد كده اجيب الجي بي سي اقول ايه بقى؟ اضرب اليونت فيكتور ده في اللي احنا قلناه. ادي اليونت فيكتور في المومنت اللي انا جبته يا السي يا عند البي يا ده يا ده اللي يعجبك. لو ضربنا عند السي قلت كده يو بي سي دوت الجي سي فده يدي بلس اور ماينس 1 over 3 minus 1 2 minus 2 dot الجي سي طلعناها ب minus 2 minus 2 minus 10. يبقى انا زي ما بقول ده الجي سي اهو
Apravente, apravente, ايوه الايض الايض جي جي وجي جي، يبقى خلصني كده على طول هتدي واحد على ثلاثة براكت تو اكتب اي لا ها ماينس فور بلس 20 صح ولا لا؟ كده يدي كام؟ 22 ناقص 6 4 يدي 18 يدي 6 يدي بلس وماينس 6 ممكن فيه خلاص؟ طب واحد بقى يقول لي طب كان ينفع اقول جي بي؟ اه ينفع جي بي هتدي نفس النتيجه. السؤال اللي بساله بقى طب ازاي اربطه مع ان جي بي لا تساوي جي سي؟ احسبها في ايدك وشوف. خلاص؟ اه جي بي لا تساوي جي سي لكن لما بضرب في اليونت فيكتور هيدي نفس النتيجه اللي هنا. حاجه ثالثه لو النقطه بي لو النقطه بي موجودة على الفورس اف هنا. لو النقطة دي موجودة على الفورس اف هنا كان ده هيطلع بإيه؟ كان هيطلع بزيرو. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لأن في الحالة دي ما الجي عند النقطة دي زيرو. صح ولا لا؟ اه لا؟ لما حددت لك اتجاه لو انا حددت لك قلت لك اللاين بي سي يبقى انا هتاخد حاجه واحده. لو انا حددت لك زي ما بقول لك اللاين بي سي فما اقصدش اتجاهه. خلاص؟ لكن لو قلت لك اتجاه الخط بتاع اللاين ده من البي لل سي يبقى حد يكون كمان. نعم. All components
اكس فايليشن ولا لا؟ يبقى الار اكس مجموع كل المركبات اللي في اتجاه اكس. طب والار واي؟ نفس الكلام بس في اتجاه الواي. ار زد نفس الكلام. طب الماجنتيود بتاع الار بنعرف نجيبه زي ما قلنا وروت الكلام ده. لو عايز اجيب الدايركشن بتاع الظلمه اعرف اجيبه ولا لا؟ ايوه الدايركشن هجيب اليونت فيكتور بتاع الار اللي هو ار فيكتور على ار ماجنتيود. يبقى ار اكس على ار تدي ايه؟ ار اكس على ار تدي كوزاين الفا، ار واي على ار تدي كوزاين بيتا. يبقى كده لو عندي حبه قوه بتاثر على جسم اعرف اجيب لها ريزلتنت واعرف اجيب لها دايركشن وماجنتيود ولا لا. هناخد مساله عن حاجات خايبه زي كده. فدي سهل. بعد كده يعني نقول نص صفحه نص صفحه. طب لو القوه دي كلها عايز اجيب لها مومنت، القوه دي كلها عايز اجيب لها مومنت حرب نقطه ولتكن نقطه الاصل الاوريجن. القوه اللي عندي دي كلها عايز اجيب لها المومنت اباوت اكس، ادي اكس واي زد. عايز اجيب المومنت هنا. احنا لسه عارفين المومنت في فورس واحده صح ولا لا؟ طب لكذا فورس تكرار. يبقى نقول كده مومنت هقول الكلام ده. هقول جي حول الاو واحد اف. لو عندي الاف واحد بتمر من نقطه مثلا واحد، اف اثنين بتمر من نقطه اثنين، ثلاثه بتمر من نقطه ثلاثه مثلا. يبقى ازاي هجيب المومنت عند الاو؟ هوصل من الاو للنقطه ار يبقى ار واحد. نفس الكلام ار اثنين نفس الكلام. لما المومنت اكتب اقول ايه؟ اكتب اقول كده ار واحد فيكتور كروس اف واحد. دي للفورس اف واحد. الفورس اف اثنين ار اثنين فيكتور كروس اف اثنين ناقص الفورس اف ان ار ان فيكتور كروس اف ان. صح ولا لا؟ يعني الكلام ده ممكن نكتبه كده سيجما على اي واحد ان ار اي فيكتور كروس اف ار. والاي ده عداد، الاي ده عداد من تحت بيعد بس. ماشي؟ يعني لو فاكرين السمشن ده هكتبها كده. طب ده كده المومنت عند النقطة او. طب لو عايز اجيب المومنت عند نقطة ثانية مش عايز عند او. لا عايز اجيب عند نقطة تانية ولتكن نقطة دي. نقطة هنا اسمها دي. خلاص؟ فأنا عايز اجيب المومنت اباوت دي ان تيرمز اوف جي او بدلالة الجي او. أعمل إيه؟ بالنسبة للنقطة دي لو وصلت الفيكتور اللي عندي ده أسمي الفيكتور ده إيه؟ آر دي. خلاص؟ لو انا عايز اجيب المومنت، خلي بالك ما تكتبش، المومنت الاف واحد عند البي، اعمل ايه؟ الاف واحد عند البي، اوصل من نقطة الاف واحد اللي هنا دي على البي كده. صح ولا لا؟ هسمي الفيكتور ده ايه؟ هسمي الفيكتور ده زي ما بنسميه جدعان ا بي واحد. ماشي؟ ار بي واحد. طب الار بي واحد بدلاله الار بي والار واحد هكتبه ازاي؟ فاكرين الترانجل اللي انا قلته في اول السنه؟ السهم ده ماشي كده والسهم ده ماشي كده، ده اللي هو ار بي واحد. ده ماشي كده وده بيقفل. يبقى هقدر اقول كده ار واحد فيكتور يساوي ار واحد فيكتور
ويساوي RB plus RB plus RB واحد، يبقى RB واحد فيكتور يساوي ايه بقى؟ عندي الناحية التانية هيساوي R واحد فيكتور ماينس RB. طب عايز واحد بقى قاعد صافي، طب RB 2 اكتر اقول ايه؟ R 2 فيكتور ماينس RB 1 RB 3 نفس الكلام، فاهمين اللعبة؟ R3 ماينس RB. يبقى نيجي نكتب هنا المومنت عند النقطة دي هيساوي RB 1 كروس F 1 بلس RB 2 كروس F 2 بلس RB N كروس F N. هشيل الار بي واحد زي ما قلت وعوض مكان الكلام ده، يبقى الار بي واحد هشيلها، هشيل دي وهشيل دي واكتب هنا ار بي واحد هنا اهي، هتساوي ار واحد فيكتور ماينس ار بي كروس اف واحد بلس، هشيل دي واكتب مكانها R2 فيكتور ماينس RB كروس F2 بلس نقط بلس RB ناحية إيه؟ الـ RB في مكانها إيه؟ RN فيكتور ماينس RB كروس FN. ماشي؟ طيب ندخل الكلام ده هنا كده جوه، فده يدي R1 كروس F1، هاخد اللي بعديها R2 كروس F2 للأخيرة RN كروس FN، بعدين ماينس كومن فاكتور RB كروس F1 بلس RB كروس اف 2 نقط ار بي ايه مالكوا انتوا؟ انا عارف انت ما انت فاكر مروان انا بتكلم كل ده؟ هات حاضر ماشي. انا بقول لك قبل ما اقول لك اكتب قلت لك كل التركايه في الحته دي، هشيل الار بي واحد دي واكتب مكانها دي. R2 تساوي كتبت ليه؟ اضرب لي دي في هنا، اضرب دي هنا، اضرب دي هنا، وضرب الكلام ده، فهنا هيجي R1 كروس F1، ومن هنا R2 كروس F2، من هنا R8 كروس F2، يجي ماينس RB كروس F1، ماينس RB كروس F2، وهكذا. اللي عايز اقوله ده كده عبارة عن ايه؟ ده اتخيل ده اللي هو فوق يشيله صح؟ مش ده كده يشيله؟ طيب وهنا تحت ليا الار بي ده مشترك، الار بي كومن فاكتور ممكن اخده بره، يعني انا بقول كده جي او ماينس ار بي كروس اف 1 بلس اف 2 بلس نقط نقط اف ان سايب دي ايه؟ خليه يجيب راسه كده شوية. سايب دي ايه؟ ديبو. ديبو. يبقى الكلام ده كده في النهاية ديبو. قدرت أقول لك. أنت اتشهرت يا ديبو. اتشهرت. جي بي جي بي إكوال. جي أو. على كل ما عليك ما زيفت. آر دي كروس الآر. اهم حاجه مش حاجه طيبه يعني صعبه ماشي. طيب يبقى الكلام اللي عند الاختبار دي مين؟ القانون جي بي يساوي جي او ماينس ار بي كروس الار. لو طلبت من طرفين
لو ضربت الطرفين دي ار يعني هضرب الطرفين في ار اقول كده ار كوم جي بي ايكوال ار كوم جي او ماينس ار كوم ار بي ونص ال ار اللي صاحي معايا ده كده يساوي ايه؟ ليه زيرو؟ عشان ده لو عملته ديترمنال محدد الاقي دي صفين متساويين ولا لا؟ الاقي كده صفين متساويين ده اللي احنا قلنا عليه تريبل سكيلر بروفر فاكرين؟ فهيجي في الديترمنال الصف الاول هيساوي الصف الثاني إذا تساوى صفين في الديترمنال إيه اللي يحصل؟ يبقى ده بيساوي زيرو. اللي هو من الكلام اللي أنا قلته ده أقدر أقول كده إن الـ R دوت جي بي R دوت جي بي هتساوي R دوت جي أو هتساوي R دوت جي ايه يسميها اني بوينت خلاص يبقى انا لو ضربت الار اللي هي بالظبط في دوت المومنت اباوت اي نقطه كلهم بيطلعوا متساويين ده بنقول عليه انفيريانت او كونستانت او مقدار ثابت طالما الكلام ده كله يطلع مقدار كونستانت او انفيريانت ماشي اخر مساله هتبقى الكلام ده هتوضح الارقام مثال خلاص يبقى المومنت عند اللي هو قول كده ار ايه
حروف اسم واحد. ار بي حروف اف دي. ار سي حروف اف ثلاثة. كده نبدأ نجيب الكلام ده صعب ولا سهل؟ يبقى اعمل كتير ثلاثة ديترمنت نعمل اكسبانشن واجمع اقدر اطلع الجي كود. اوجد العزم المحصل جي بي حول نقطة ثانية بقى. هو مش عايز حوالين الكوري فين؟ مش عايز حوالين الكوري، عايز حول نقطة ثانية اسمها بي. فبيقول لي اوجد العزم المحصل جي بي حول نقطة الام دي 2 3 ماينس 1. النقطة بي دي 2 3 ماينس 1. عايز تجيب المومنت عند النقطة بي بطريقتين. ماشي، طريقة سهلة اللي احنا عارفينها. عايز تجيب المومنت لفرصة عند النقطة بعمل ايه؟ يبقى باجي النقطة دي اوصل لعند النقطة. معايا ولا لا؟ ولا هنوصل دي كده. بعدين ار بي اي. بعد كده نفس الكلام للبي. اجيب ار بي بي. عارفين البي بي عندي ار بي بي. بعدين اجيب ار بي سي. ار بي سي. وبعدين ابدا اجيب المومنت. اذا الجي عند البي ايكوال. اقول ايه؟ ايوه هقول ار بي ايه بلس اف واحد بلس ايه؟ ار ايه؟ قلنا ار بي بلس اف اتنين بلس ار بي سي بلس اف ثري. خلاص دي طريقة. دي كده طريقة. الطريقة الثانية كان القانون بقول ان الجي بي هتساوي الجي وانا حسبتها الجي او انا اوريدي حسبتها ماينس الار بي. الار بي اللي هي الليكويد ده. ار بي بلس الار. الار بي اهو ده الار بي اللي احنا عندنا 2 3 ماينس 1 ده الار بي. يعني ايه الار بي؟ يعني النقطه دي بالنسبه للاوريجين. خلاص؟ يبقى الار بي عامل والار عارفها ولا لا؟ يبقى هعرف اجيب الكلام ده ولا لا؟ دي كده الطريقه الثانيه. الجزء الثاني في مساله ثانيه برضه. اوجد العزم المحصل عزم محصل حول كل من النقط A و B و C. عايز نجيب العلوم حول كل من النقطة A و B و C. احنا جبنا ايه؟ جبنا العزم المحصل حول كل صح؟ هو عايز يجيب حوالين النقطة A مرة، النقطة B مرة، النقطة C مرة. فأنا لما أجي أجيب عند النقطة A واحد ملهاش صح؟ لكن اف 2 هيبقى ليها حوالين الايه؟ اف 3 ليها حوالين الايه؟ ارجع نفس الكلام. المومنت عند الجي. الجي ملهاش، ده مين ليه؟ ارجع عند السي. كلام سهل. خلاص؟ حتى النتيجة.